اعتاد الأطفال كل عصر وهم عائدون من المدرسة أن يلعبوا في حديقة العملاق. كانت حديقة جميلة بها عشب ناعم أخضر، وفوق العشب كنت ترى هناك وهناك زهورا جميلة كالنجوم، وكانت هناك 12 شجرة خوخ تعطي ثمارا لذيذة، وكانت الطيور تجلس على الغصون وتغني أجمل الأغاني، حتى إن الأطفال كانوا يكفون عن اللهو ليصغوا إليها، وكانوا يتصايحون شد ما نحن سعداء هنا. ذات ليلة عاد العملاق، كان قد ذهب لزيارة صديقه الغولي في كورنوال، وبقى معه 7 سنوات، وبعد 7 أعوام كان قد فرغ من قول كل ما يريد، لأنه كان لا يطيل الكلام، وقرر العودة إلى قلعته. حين بلغها رأى الأطفال يلعبون في الحديقة، فصاح بصوت غليظ: ماذا تعملون هنا؟ فبادر الأطفال بالفرار. قال العملاق: حديقتي هي حديقتي، يمكن لأي واحد أن يفهم هذا، ولن أترك واحدا يلعب فيها ما عداي. لذا ابتنى جدارا حولها ووضع لافتة تقول: المتعدون سيعاقبون. كان عملاقا شديد الأنانية، ولم يعد لدى الأطفال البؤساء من مكان يلعبون فيه. حاولوا اللعب على الطريق، لكنه كان مغبرا مليئا بالصخور الصلبة ولم يرق لهم، واعتادوا أن يدوروا حول الجدار حين تنتهي دراستهم ويتكلمون عن الحديقة الجميلة بالداخل، وكانوا يقولون: كم كنا سعداء هناك. ثم جاء الربيع وانتشرت براعم الزهور والطيور الصغيرة في البلاد. فقط في حديقة العملاق الأناني ظل الشتاء مقيما، فالطيور لم تبالي بالغناء هناك حيث لا يوجد أطفال، والأشجار نسيت أن تخرج زهورها. ذات مرة أخرجت زهرة رأسها من بين الأعشاب، لكنها أبصرت اللافتة فأسفت من أجل الأطفال وعادت برأسها إلى الداخل. لم يكن هناك من سره الحال سوى الثلج والصقيع، وقد صاح: الربيع قد نسى هذه الحديقة، ولسوف نظل هنا طيلة العام. وغطى الثلج العشب بعباءته البيضاء، ودهن الصقيع الأشجار باللون الفضي، ثم إنهما دعيا الريح الشمالية كي تأتي، فجاءت. كانت مدثرة بالفراء، وقد ظلت تعوي حول الحديقة طيلة اليوم، وقالت: هذا مكان مبهج، يجب أن ندعو البرد لزيارته. وجاء البرد وظل يضرب القلعة كل يوم حتى حطم أكثر الألواح في السقف، ثم راح يجري في الحديقة بأقصى سرعة له. كان مدثرا في الرماد وأنفاسه كالجليد. قال العملاق الأناني: لا أفهم لماذا تأخر الربيع كل هذا، أرجو أن يتغير الطقس. لكن الربيع لم يأتي قط ولا الصيف، وجاء الخريف بثمار ذهبية لكل الحدائق ما عدا حديقة العملاق، وقال: إنه أناني. وهكذا لم يكن في الحديقة سوى الثلج والصقيع والريح الشمالية والبرد يرقصون بين الأشجار. ذات صباح كان العملاق راقدا متيقظا في فراشه، سمع موسيقى جميلة بدت رائعة إلى حد أنه حسب موسيقي الملك يمرون بالدار. كان هذا طائرا صغيرا يغني خارج النافذة، لكن كان قد مضى دهر منذ سمع غناء طائر في الحديقة، حتى إنه شعر بأن هذه أجمل موسيقى في الكون. ثم إن العملاق شم عطرا جميلا فقال: لابد أن الربيع جاء أخيرا. ووثب من الفراش ونظر خارج النافذة، فماذا رأى؟ رأى أجمل منظر في العالم. لقد زحف الأطفال إلى الحديقة من فتحة في الجدار، وفوق غصن كل شجرة كان هناك طفل صغير، وكانت الأشجار في غاية السرور لرؤية الأطفال، حتى إنها تغطت بالبراعم وراحت تلوح بأذرعها فوق رؤوس الأطفال. الطيور كانت تغني، والزهور أطلت برأسها من العشب الأخضر وراحت تضحك.
كان مشهدا جميلا، إلا أنه في ركن من الحديقة ظل الشتاء. في هذا الركن كان صبي صغير يقف، كان صغيرا إلى حد أنه لم يستطع الوصول إلى غصن شجرة، وظلت الشجرة البائسة مكسوة بالصقيع، انحنت بغصونها وراحت تصيح: تسلق أيها الصبي تسلق. لكن الصبي كان صغير الحجم، وذاب قلب العملاق حين رأى المشهد. كم كنت أنانيا، الآن عرفت لماذا لم يزرني الربيع. لا سوف أضع الصبي على غصن الشجرة ثم أهدم السور وتعود حديقتي ملعبا للأطفال. وخرج إلى الحديقة، فما إن رآه الأطفال حتى فروا رعبا. وعاد الشتاء إلى الحديقة، فقط الصبي الصغير ظل هناك لأن عينيه كانتا غارقتين في الدموع، فلم يرى العملاق. حمله العملاق على يديه برفق ووضعه على الشجرة، فأزهرت الشجرة وعادت الطيور تغني. احتضن الصبي العملاق ولثمه على خده. هنا عاد الأطفال وقد رأوا أن العملاق لم يعد شريرا كما كان، ومعهم عاد الربيع. هذه حديقتكم الآن أيها الأطفال، قالها العملاق وتناول فأسا وحطم السور. وحين ذهب الناس إلى السوق في 12 ظهرا، وجدوا العملاق يلهو مع الأطفال في أجمل حديقة في العالم. ظلوا يلعبون طوال اليوم. راحوا للعملاق ليودعوه فقال لكم: ولكن أين رفيقكم الصغير الذي وضعته فوق الشجرة؟ أجاب الأطفال: لا نعرف، لقد رحل، قولوا له أن يحضر هنا غدا. لكن الأطفال قالوا إنهم لا يعرفون أين يسكن، ولم يروه قط من قبل، مما أحزن العملاق. وفي كل عصر بعد ساعات المدرسة كان الأطفال يلعبون مع العملاق، لكن الصبي الذي أحبه العملاق لم يظهر قط، وكان العملاق مشتاقا له. ومرت أعوام وازداد العملاق وهنا وشيخوخة، ولم يعد يستطيع اللعب، لذا كان يجلس إلى مقعد كبير ويراقب الأطفال في أثناء لعبهم وينظر لحديقته. إن لدي زهورا جميلة، لكن الأطفال أكثر الزهور جمالا. وفي صباح كل يوم في الشتاء كان يرتدي ثيابه وينظر من النافذة. لم يعد يكره الشتاء الآن، لأنه عرف أنه ليس إلا الربيع نائما والزهور تستريح. وفجأة فرق عينيه في عجب، لقد كان بالتأكيد مشهدا رائعا. ففي أقصى أركان الحديقة كانت شجرة كل أغصانها من الذهب، وثمار فضية تتدلى منها، وتحتها الطفل الصغير الذي أحبه. جرى العملاق في الحديقة والسرور يغمره، وعبر العشب أسرع حتى بلغ الطفل. حين رآه عن كثب احمر وجهه غضبا وصاح: من جرؤ على أن يجرحك؟ لأنه كان على يدي الصبي الصغيرتين وعلى قدميه كانت آثار مخلبين كبيرين. من جرؤ على أن يجرحك؟ قل لي ولسوف آخذ سيف الكبير وأقتله. قال الصبي: لا أحد، بل هي جروح الحب. قال العملاق: من أنت؟ وفي قلبه سقطت رهبة كبيرة وجثى على ركبتيه. فابتسم الصبي وقال له: أنت تركتني ألعب في حديقتك، واليوم سوف تلعب معي في حدائق الجنة. وحين جاء الأطفال عصرا وجدوا العملاق ميتا تحت الشجرة، وقد تغطى جسده كله بالبراعم البيضاء. تمت بحمد الله.